بهكذا وضع صحي متدهور تتجه السيدة خديجة رفقة ابنيها صوب هذا المحل والذي تتخذه مسكنا لأويها بأحد أحياء عاصمة ولاية عتيموشنت. عايشة عشان وياهم هما زوج تكلفوا عليهم من هذا الكبير مسكين يصرف لي يشري لي يجيب لي بس كما نقدش نرفد أنا بالمريكزات وكاع. إعاقة كراهي قطعوها لي قطعوها راني في 3 سنين هكا ومولا ديفورس متى ما نبوهم مسامح ما يجيهم محل تستأجره وتسدد مستحقاته من منحة النشاط الاجتماعي فلا معين لهذه العائلة سوى ما يجود به المحسنون بعد أن حرمت الإعاقة السيدة خديجة من البحث عن عمل يعيلها وأطفالها. نغسل المواعين تكل على هذا نقول لها جيب لي شكل باسينة تاع الماء باش نغسل نبغي ندوش لهم تنديهم عند ما ندوش لهم ما عنديش ما نبادوش ما عنديش حاشاك توالت تجارة شريت لي كرسي تاع اورثوبيديك نحطها فيها بس كما كانش كيفاش والحمى راك تشوف كي نشعل الغاز ما تنجمش تقعد هنا نطلب غير سامي يشوفوا فيا يشوفوا ماما يشوفوا لحالتي يشوفوا ماما مو زوج تاع الباز ومطلقه ومعوقه زعما كون جيت بصحتي نقد نجري ونقد دروك حتى وكان نتلاقى كريه ما كانش ما باش كون يرفد معايا. قلة الحيلة والفقر يجعلان من حياة هذه الأم وابنيها جد صعبة أين لا يتوفر لها غير الدعاء ومناشدة قلوب رحيمة تحن عليها وتحسن قليلا من وضعيتها المأساوية.